صفوف بالدرن وماء الزهر والحر مزينة بوجبة المعزة. يعني معزاية ودرن وحر و يا سلام يا سلام، في أدراس أسنان، ما بعرف أسنان خاروف يعني، ما فهمت. في لسان، في أسنان، في عجايبك عجايب. عبد المنعم عمايري، سؤالي إلك، أنت كعبد المنعم اللي بتفهم مهنة التمثيل بشكل جيد، تكره مصطلح نجم أو نجمة، بتحب كلمة ممثل، مين برأيك يدعي النجومية بالوسط الفني؟ هلا أنا فيني أقول لك يعني الجواب بشكل عام. إيه. حتى ما نحن هون جايبين الضيوف لعنا لحتى يا ياكلوا يا يعطونا إجابات محددة. حاطيك مو بشكل عام. طيب. الإجابة المحددة إنه كل شخص بيروح على النجومية قبل ما يعمل ممثل. الممثل بشكل طبيعي إذا كان ممثل حقيقي حيصير نجم. كلمة نجم يعني بالسماء، عشان هيك بكرهها. ما فيك تكون نجم قبل ما تكون ممثل. بدك تعمل ممثل حقيقي، بعدين هذا التمثيل بيساوي في ظواهر كثيرة موجودة يعني. من هالظواهر؟ تاكل ولا بتحكي؟ لا بدك تاكل. إيه بدي آكل. ها؟ ما حنقول اسم. ما حلو الاسم. خلاص. أنا مثلك، أنا لو سألت السؤال بدي آكل. الله الله، فينك هيك جنبك كلينكس إذا بدك، وجنبك كباية مي هيك مشان يا لطيف يا لطيف يا لطيف.